منذ سنوات التسعينيات بدأ قطاع الشباب والرياضة بولاية تيندو في زرع بذور رواد متخصصة في مجال السمعية البصري، حيث حرص القائمين على القطاع آنذاك بخلق جو إعلامي وسينمائي بين شباب الولاية الذين أقبلوا بكثرة على هذه النوادي التي تتيح لهم مداعبة الكاميرا والتعرف على مكنونات عالم السمعية البصري، خاصة لما للصورة والفيديو من أهمية آنذاك. ومن هنا وبالضبط في سنة 1997 كانت بداية أول نواة وحركة سينمائية شابة هاوية، والتي نظمت العديد من التكوينات والتربصات الميدانية واكتسبت الخبرة كذلك باحتكاكها مع التجارب الأخرى بالولاية مثل الملتقيات والمهرجانات التي تعنى بمجال السمعي البصري. ومنذ تأسيس مركز إعلام وتنشيط الشباب سابقا وبعده ديوان مؤسسات الشباب حاليا، عرفت نشاطات السمعية البصري قفزة نوعية بالولاية، وبدأ الحلم يكبر والطموح يرتفع، ونظمت تربصات وتكوينات وحتى صالونات في هذا المجال. ونظرا للإقبال المتزايد من طرف الشباب على نوادي السمعية البصري بالمؤسسات الشبانية والنجاحات التي حققت على مستوى الولاية والمستوى الوطني وحتى الدولي، خاصة في مجال الفيلم القصير الذي حقق الشباب من خلاله مراتب مشرفة في المهرجانات، وتم عرض أعمالهم بالقنوات التلفزيونية والفضائيات الجزائرية، كما تم استضافة العديد من الأوجه الشابة الناشطة في هذا المجال بتلك القنوات. وهنا بات من الضروري رفع التحدي لتقديم اللمسة الحقيقية التي تبرهن تميز شباب الولاية وتفوقهم، وهنا جاءت المبادرة الحقيقية التي لاقت استحسانا كبيرا محليا ووطنيا من طرف الكثيرين، خاصة ما تمثل في المهرجان الوطني للفيلم القصير للشباب، والذي حصد فيه المبدعين السينمائيين الشباب الكثير من الجوائز والمراتب المشرفة.